وسط جهود كبيرة لخنق الاقتصاد الروسي وتقويض المجهود الحربي لموسكو، استجابت 100 شركات لنداءات غربية للتخارج من موسكو بهدف إضعاف الاقتصاد، لكن هذا التخارج كبد تلك الشركات 103 مليارات دولار بنهاية المطاف. صحيفة نيويورك تايمز أكدت أن الرئيس فلاديمير بوتين نجح في تحويل خروج الشركات الغربية الكبرى إلى مكاسب غير متوقعة، متهمة موسكو بإجبار الشركات الراغبة في البيع بأسعار بخسة، بل اقتصرت عملية بيع الشركات على المشترين الذين اختارتهم موسكو. وبعد إملاء شروط رحيل الشركات الغربية وإخضاعها لضرائب متزايدة، نجحت روسيا في جمع ما لا يقل عن 1,250,000,000 دولار لمصلحة صندوق الحرب الروسي خلال العام الماضي بحسب الصحيفة الأمريكية. نيويورك تايمز أشارت أيضاً إلى إشراف بوتين على واحدة من أكبر عمليات نقل الثروة داخل روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، إذ أصبحت الآن مساحة ضخمة من الصناعات مثل المصاعد والإطارات والطلاءات الصناعية وغيرها في أيدي المصنعين الروس المهيمنين بصورة متزايدة، في حين تبقى معظم الشركات الأجنبية في روسيا غير راغبة في خسارة المليارات التي استثمرتها هناك على مدى عقود. من جانبه قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن أولئك الذين يغادرون يفقدون مواقعهم، وبالطبع تشترى ممتلكاتهم بسعر منخفض للغاية وتستولى عليها شركات روسيا التي تفعل ذلك بكل سرور. بتوازي مع ذلك قال وزير المالية الروسي إن الحكومة قد تقلص حصتها في بعض الشركات الكبرى مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة، مشيرا إلى أنها أدرجت حوالي 30 شركة لخصخصة محتملة. وأضاف أن وزارة المالية قدمت مقترحات للحكومة تتعلق بالشركات الكبيرة التي تزيد حصة الدولة فيها عن 50%، واقترحت تخفيض الحصة دون التخلي عن حصة مسيطرة، متوقعا أن يحقق ذلك مئات المليارات من الروبلات.